السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا رئيس هذه الحبة الميمونة المباركة ومقرها البارعة وضيوفنا العظام وإخواننا المستمعين الكرام، أرحب بكم ترحيبا حارا وأهنئكم تهنئة طيبة على حضوركم الميمون في هذه الحبة المباركة. إني كنت أمامكم لألقي عليكم خطبة وجيزة حول الموضوع قيمة الوقت. يا معشر المسلمين الكرام، إن الله تعالى ما خلق الفرق إلا ليعبدون، فاستعينوا من اغتنم الليالي والأيام بما يرضي الله ذا الجلال والإكرام، فقدم لنفسه ما يرفع درجاته ويكفر عنه سيئاته، والقاتل مكفور من ضيع أمره فيما لا ينفعه وفاته من الخير ما لا يقدر على استدراكه. أيها الحق الكريم، لقد أوضح الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية العديد من خصائص وأهمية الوقت. يقول تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكذلك قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتن قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وهرامك قبل شبابك. أحبائي في الله، قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن الليل والنهار يعملان بك فاعمل فيهما. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى معك، فعلينا أيها الحاضرون بالعمل فيما ينفع، فكلما ازددنا طاعة ازددنا من الله قربة ومحبة. ومن كان الله معه فاز بخير الدنيا والآخرة. يا معشر المسلمين الكرام، لقد وصلت إلى نهاية موضوعي. أخيرا أشكركم على حسن استماعكم والبقاء معنا إلى النهاية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.